الآن سقطرى تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، في وقت سلطة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة سعوديا، والمفترض أو المتعارف عليه على الأقل أنها الحكومة الشرعية للبلاد تتراجع. ذات السيناريو بدأ يتكرر في محافظة حضرموت النفطية قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار. الغريب أن الجميع تقريبا متيقن من هشاشته. الحكومة اليمنية تواجه انتقادات إلى حد الاستقالة منها لأنها اكتفت ببيانات شجب، والسعودية التي يفترض أن تدعم الشرعية التي كانت سبب دخولها الأصلي في اليمن تتهم بأنها ربما غضت الطرف عن تحركات الانتقالي وامتنعت عن إيقافها. ماذا تبقى لحكومة هادي من سلطة في اليمن؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحة الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. رؤى مختلفة وأراء متباينة إلى حد التناقض ربما طبعت التعليقات التي جاءتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يحدث في اليمن، وأي الأطراف يتحمل مسؤولية ما يعانيه هذا البلد وما يعانيه أهله. جانب كبير من الحوار تناول دور التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد، وهل يعمل لخير اليمن ووحدته أم لتفكيكه؟ غالب الجعدي كتب معلقا على هذه القضية وقال: التحالف لا يحارب لأجل استعادة الشرعية، بل لتصفية حسابات قديمة مع وحدة اليمن وربيعه الذي ترفضه السعودية والإمارات وكل دول الخليج تقريبا. على النقيض من هذا الرأي، توفيق أرسل لنا وتحدث عن خديعة تعرض لها التحالف في اليمن. يقول: خاضت السعودية حربا شرسة ضد الحوثيين دعما لشرعية هادي، لكنها طعنت في الظهر على يد طيار الإخوان المسلمين تماهيا مع الأجندات التركية والقطرية. أما بالنسبة ليحيى فمعضلة اليوم تكمن في ثورته. في تغريدة قال فيها يحيى: الخطأ الأكبر لأهل اليمن هو التقليد الأعمى للربيع العربي دون توفر بديل مناسب. إيران وفقا ليحيى استغلت الفراغ ونصبت ميليشياتها هناك مثلما فعلت في العراق وفي لبنان. سأستمر في استقبال الكثير من الآراء أونلاين وأيضا على خطوط الهاتف، لكن سريعا أرحب بضيفي عبر خدمة سكايب من روتردام في هولندا، السيد غمدان اليوسفي الكاتب والصحفي اليمني. يا سيد غمدان، أهلا بحضرتك. ما الذي كشفته التطورات الأخيرة في سقطرى من وجهة نظرك؟ التطورات الأخيرة في سقطرى ربما كشفت عن جزئيتين في الإشكالية اليمنية. أولا جزئية الاستعدادات المبكرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق مع السعودية، يعني من المعيب أن نفصل هذين الطرفين عن الإشكالية ونقول أن فقط الإمارات، بينما السعودية بقواتها متواجدة على أرض الجزيرة لحماية الشرعية كونها يعني تحت المسمى العام قائدة التحالف العربي لدعم شرعية اليمن. لم يكن هناك أي إشكالية في جزيرة سقطرى. جاءت القوات الإماراتية في وقت سابق في أثناء فترة حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ووقع ما وقع، ثم بعد ذلك يعني كانت قد سيطرت على الجزيرة وخرجت بوساطة سعودية. أصبحت السعودية وسيطة، تحولت من داعمة للشرعية إلى وسيطة ما بين يعني الإمارات وما بين الحكومة، ثم أصبحت يعني أنزلت قواتها إلى هذه الجزيرة. هذه القوات، بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية أن التحالف يعمل على تقسيم اليمن وليس بالعكس، أو تقاسم اليمن كي نكون محددين. هل هذا صحيح يا سيد غمدان؟ صحيح. إذا لاحظت كل الدلائل اليوم، إذا لاحظت يعني هناك منظمتين التي تعمل على الأرض يعني بصورة على بشكل على أنها إنساني، يعني بينها يعني المنظمة الخاصة بإعادة الأول يعني اللجنة السعودية لإعادة إعمار اليمن والهلال الأحمر الإماراتي. هذين المنظمتين السعوديتين ربما هما حصان طروادة للعمل داخل الجنوب اليمني تحديدا. أنا لا أتحدث عن الشمال لأنه هذين المنظمتين لا تعملان في الشمال، لا يوجد مساعدات
المحافظة الشمالية، لا يوجد مشاريع في المحافظة الشمالية، طرقات، مطارات، يعني مدارس، إعادة إنشاء مباني حكومية، كل هذه الأمور تدور فقط في الجزء الجنوبي من اليمن، وهذا يكشف بشكل واضح أنه لا يعني ليست هناك شرعية، دعم للشرعية بس يعني إلى كما الحد ذهب الذي المسمى. قد يدفع شخص مثل السيد أنيس منصور السكرتير الصحفي في الرياض أن يقول إن الحرب ضد الحوثي ليست حقيقية وإن بالعكس المعركة ضد الشرعية إلى هذه الدرجة، ولا فيه نعم، مبالغة؟ ما حدث يعني لننظر فقط من البداية كيف أنه تم تحرير عدن خلال أسابيع، يعني حين تدخلت يعني دخل التحالف ووصلوا إلى المناطق الحدودية مع الشمال، يعني في مرحلة ما قبل 1990، وتوقفت يعني التحركات العسكرية في هذه المنطقة، وكانت هنا النهاية للحرب مع الحوثي. فبعد ذلك حدث ما حدث، يعني تم قصف قوات في كانت تحاول التقدم باتجاه صنعاء، قصفت في نهم، قصفت في معسكرات محاذية لمحافظة مأرب، قوات حكومية كانت تحارب الحوثيين، أيضا القوات التي أرادت تحرير الحكومة الشرعية التي كانت قاصرة في عدن في فترة سابقة، قصفتها قوات يعني الطيران الإماراتي. يعني مسألة فصل السعودية أو إخراجها من المشهد على أنها هي البريئة وأنها هي التي اليوم تقود وساطة برغم أنها كانت زعيمة للتحالف، فقط في حين كان الدكتور أحمد عبيد بن دغر محاصر في القصر الجمهوري في عدن، حين طوقته قوات المجلس الانتقالي الذي هو اليوم مدعوم إماراتيا ومن سابق، فقط خلال ساعات اتصال واحد من المسؤولين السعوديين أوقف هذه التحركات في بوابة القصر. يعني طيب، يعني التحالف بالمجمل لا نستطيع أن نفصل شقيها الإمارات والسعودية كما أفهم من حديث حضرتك، ولا يعفى من المسؤولية عما يدور الآن، لكن لا أريد أيضا أن أستثني في حديثي معك الطرفين الآخرين، الحكومة التي يفترض أنها معترف بها دوليا وكثيرون يروا أن ردة فعلها متخاذلة جدا إلى الآن على الأقل على ما يدور. وفقا لوجهة نظرك، هل الحكومة هذه ما زالت تملك بعض الأوراق كي تتعامل مع الموقف، أم هي فقط مسيرة؟ الحكومة هذه إذا كانت تحترم نفسها سواء ممثلة برئيس الحكومة أو برئيس الجمهورية أو نائبه، منذ البداية حين قصفت الطائرات الإماراتية جيش حكومي موجه ومسير من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونائب رئيس الجمهورية الذي يقود العمليات العسكرية، يفترض في تلك المرحلة أن توجه رسالة إلى قيادة التحالف بالاستغناء عن الإمارات كشريكة في التحالف. إلى هذه اللحظة ما زالت الحكومة ورئيس الجمهورية ونائب الرئيس يمنحون الإمارات العربية المتحدة شرعية التوغل في الأراضي اليمنية، شرعية التقسيم، وهي الدولة التي انكشفت كل يعني المخططات لها، والتي ظهرت فيما بعد بوثائق متعددة بأنها كانت مخططات مبيتة منذ بداية التسعينات إلى اليوم. فكيف تستمر اليوم الحكومة الشرعية أو عبد الرب منصور لديهم هذا الحق الدستوري يعني على الأقل موقف واحد، طرد الإمارات، يعني رفض تدخلها في الشؤون اليمنية، لكن واضح أنه إذا كان بالرغم من لديهم الخلاف الكبير والتصريحات النارية ما بين الطرفين لم يكن بوسع الحكومة أن تقوم بذلك. بالضبط. من حديث حضرتك يا سيد غمدان، الأطراف الثلاثة متهمة سواء الإمارات أو السعودية أو الحكومة الرسمية، ماذا عن المجلس الانتقالي الجنوبي؟ هو يقول أن كل ما يفعله الآن هو لتحرير الجنوب من سيطرة الإخوان المسلمين بين قوسين ومن الفساد الكبير المستشري في الحكومة الرسمية. هل هذا هو فعلا هدف المجلس الانتقالي تعتقد؟ هل يمكن أن يعفى من المسؤولية؟ بالنسبة للفساد، يعني الفساد الحكومي أصبح ربما يزكم الأنوف، لكن أن تعالج الفساد بالفساد، بالاستيلاء على رواتب الناس، يعني 120 أو 130 مليون دولار يتم الاستيلاء عليها وتوزيعها لميليشيات مسلحة، في النهاية أنت تعالج الفساد بكارثة أسوأ، يعني هذه رواتب ناس، يعني رواتب مساكين سواء في الشمال أو في الجنوب، يعني اليوم أنت تحرمهم
وتعزز الفقر الذي يعيشون فيه خلال هذه الأزمة. ما يعني ربما ستكون الخديعة الكبرى هي التي سيتعرضها المجلس الانتقالي. يعتقدون أن الإمارات العربية المتحدة اليوم تفعل ما تفعل هو لسواد عيونهم. في النهاية الإمارات العربية المتحدة سعت لتعطيل ميناء عدن طوال سنوات التعاقد معه، وما زال يريد الانتقام لطرده في عام 2003، إضافة إلى أنه يعني كان حلمه أن يتم يعني أن يحصل على ذرة تراب من سقطرى. اليوم هل سيتم يعني هل سيتنازل الإماراتيين مقابل كل هذه الدبابات والأسلحة، هل سيتنازلون عن مطلبهم بالاستيلاء على هذه الجزيرة؟ في النهاية يعني سيجد المجلس الانتقالي نفسه يوما وهو مرغم على توقيع اتفاقية مع هذا الطرف، وسيمنحه أراضي، وسيمنحه ورغما عن أنفه سيكتشف هذه الخديعة سواء اليوم أو غدا. في النهاية هذه دولة يعني لا تعترف لا تفعل خير أساسا. يعني هو عامة هو هناك حديث أن بالفعل وصلوا لوقف لإطلاق النار ما بين الطرفين الرئيسيين، وهذا قد يمهد إلى تهدئة الوضع كثيرا، لكن الجميع ما زال يرى أنه شديد الهشاشة. أستاذ غمدان، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على التواجد معنا اليوم. السيد غمدان اليوسفي الكاتب الصحفي اليمني من روتردام في هولندا عبر خدمة سكايب، مع مجموعة من الاتصالات حقيقة اليوم. ربيع من صنعاء بداية، يا ربيع أهلا وسهلا. هل يغير ما حدث في سقطرى المعادلة؟ ما هو تأثيره من وجهة نظرك؟ في الحقيقة نعم، بيغير المعادلة كثيرا. أعتقد أن الإماراتيين الآن سيهدوا شوية لأنهم سيطروا على الجزيرة التي يسعوا للسيطرة عليها من فترة سابقة. المعادلة تتغير، وقد حدث فعلا أن السعودية أعلنت وقف إطلاق النار لأنهم حصلوا على مكسب بالسيطرة سقطرى. لكن في الحقيقة الوضع لن يكون في صالح الشرعية لأنها خسرت هذه الجغرافية المهمة، وبالتالي الآن حدث شيء يشبه الاحتلال، لأنه السلطة الحكومة الإماراتية الآن مسيطرة على جزيرة سقطرى، وبالتالي لها أهداف استراتيجية لاستثمار هذه الجزيرة. نحن إذا نظرنا على المستوى الخدمات التي قدمتها مثلا سلطة الإمارات أو التحالف السعودي في اليمن، ما تقدم 5 سنوات في عدن الكهرباء منقطعة، لا يمكن حتى أنهم بنوا مستشفى واحد، كل شيء مدمر. الشيء الذي أفلحوا فيه وقدموا فيه إنجازات كبيرة هو بناء المعسكرات وتقديم الدعم العسكري للأطراف المصارعة وفيها المجلس الانتقالي الجنوبي. الحقيقة واضحة أن الحكومة الشرعية تعاني من ضعف شديد وانقسام فيما بين الأطراف في الحكومة الشرعية، وخصوصا مجلس النواب الذي يرأسه السلطان البركاني. في الخطوة الميدانية هل ستقود إلى حل سياسي تعتقد؟ لأن البعض يقول أن ما يفعله الانتقال الآن هو محاولة الحصول على بعض المكاسب على الأرض حتى عندما يبدأ التفاوض أو الحديث السياسي يكون يتفاوض من منطلق قوة بحتة. هل ستوقف الانتقال عند هذا الحد تتصور؟ أنا لا أعتقد. المجلس الانتقالي الجنوبي يتحدث صراحة عن استعادة الدولة بحدود عام 1990، وبالتالي المفاوضات هي مجرد يعني ديكور أمام الرأي العام. وقد حدث أنه وقعوا اتفاقية في الرياض بين على أساس تقاسم السلطة وعودة الرئيس لعدن وعودة الحكومة الشرعية لعدن، وما حدث هو استمرار المعارك العسكرية. المجلس الانتقالي يسعى لاستمرار توسعه عسكريا في أبيون وينطلق إلى شبوة إلى حضرموت، ويبسط يحاول بسط بس سيطرته العسكرية لإعلان دولته هكذا بشكل واضح علني، يقول نحن نسعى إلى استعادة الدول الجنوبية الشمال، هذا الشيء لا يعود للشماليين. وهذه نقطة سنتحدث فيها أعتقد خلال البرنامج أيضا يا أمين. أنا أشكرك شكرا جزيلا. خليني أسمع ربيع من صنعاء قبل أن أستكمل البرنامج، أريد أن أعرف وجهة نظره أيضا. يا ربيع أهلا وسهلا، هل تتفق مع ما قدمه أمين من طرح؟ يا ربيع أمين، إذا عفوا أمين تفضل. نعم تفضل يا عزيزي. أنا باعتقادي أن ما تم أخيرا ما حدث في سقطرى هو محاولة للضغط من قبل السعودية على الشرعية،
في إيقاف المعارك في أبيان، وأيضا التنازل سياسيا لإشراك أطراف هي خارج المكونات الحكومة الشرعية. هذه كانت تصريحات المسؤول الأول في قطر اللي هو الأستاذ رمزي محروس. أنا أعتقد أن في تصوره ربما أن هذا له أهداف أخرى غير ما أعلن عنه، أن تصريحه كان دبلوماسي. ما هي الأهداف الأخرى التي تتصورها أمين؟ السعودية يبدو أنها باتت تستعجل ما تعتقد أنه دفع الثمن لتدخلها في اليمن، دفع الثمن من قبل اليمنيين، وهو الحصول على مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية في الجو، في المهرة، في السواحل. هي الآن يبدو أنها باتت تسير على خطى الإمارات، تركت الحوثي وحرب الحوثي، وبدأت تبحث عن المكاسب وعن تحقيق الأطماع وعن هندسة الشرعية وإعادة تشكيل مكونات بإمكانها أن تمضي لها على مثل هذه الأطماع وتوقع معها اتفاقيات. يعني هي يعني هي أيضا بس تريد أن الآن تحقق بعض المكاسب بعد هذه الحملة العسكرية الطويلة، وفقا لوجهة نظرك يا أمين. أنا أشكرك شكرا جزيلا على رأيك، وخليني أسأل ضيفي التالي على كل هذه النقاط وغيرها طبعا عبر خمة سكايب من جدة. ينضم إلي الدكتور علي التواتي، المحلل السياسي والسياسي السعودي. دكتور علي، أهلا بحضرتك، منورنا في نقطة حوار. رمزي محروس محافظ سقطرى يقول إن المملكة أو التحالف متمثل في قيادة المملكة تراجع كثيرا عن الضمانات الذي كان قد أعطاها للشرعية، وتركت ميليشيا الانتقالي بين قوسين، هذا هو ما استخدمه، يسيطر على الجزيرة. أولا، المملكة بصفتها قائد لهذا التحالف تأكد أنها لن تطلق النار لا على محروس ولا على الطرف الآخر. المملكة من البداية تمسك العصا من الوسط بالنسبة للأطراف اليمنية. المسألة معقدة للغاية، اليمن دولتين في دولة، نعرف نعلم هذا كثيرا، حتى الدولتين في دولة في داخلها من يريد أن يكون دويلات، يعني حضرموت على وجه التحديد تريد أن تكون دولة مستقلة ولا ترى نفسها تخضع لعدم بأي حال من الأحوال. مأرب والجوف تريد أن تكون دولة مستقلة. نحن لا نخضع للرغبات الإقليمية والجهوية والخلافات الطائفية بين اليمنيين والقبلية، إذا بدنا نتبعها هندخل في متاهات ليس لها ولا بس هي ليس لها. الآن هي ليست الخلافات القبلية ولا حتى الخلافات الإقليمية يا دكتور، يعني عندما يكون الطرف اللي هو معترف به يفترض أو الحكومة الشرعية كما كانت دائما تسمى، والتي هي أصلا استدعت السعودية والتحالف للبلد، يتعرض لهجمات في هذه البقعة صار له أسابيع. يعني موضوع سقطرى لم تسقط فجأة خلال دقائق، يعني صار هناك أسابيع من الهجمات والسعودية لا تتدخل، بالعكس يقال أنها غضت الطرف كثيرا عن ما يقوم به المجلس الانتقالي. ما تفسير ذلك؟ شوف موضوع توجيه التهم، السعودية لا زالت قواتها موجودة في سقطرى، ولا توجد قوات إماراتية في سقطرى، هذا شيء يعني محسوم. الشيء الثاني اللي يجب أن نتأكد منه ويتأكد منه الجميع، أن سقطرى جزء من دولة اليمن، ودولة اليمن دولة مسجلة في الأمم المتحدة تحت اسم جمهورية اليمن. فأنه تأخذها الإمارات أو تأخذها عمان أو تأخذها السعودية، تأخذ جزء والإمارات يأخذ، هذا كلام يعني عاطفي جدا، ويجب ان نظل في حدود هذا، لا يناقش هذا. بس هو انا لم اذكر الامارات يا دكتور علي، انا ما ذكرته لحضرتك. هم اللي سمعته انا قبل شوي انه جيد، هو هذا يتكرر كثيرا، لكن سؤالي لحضرتك كان عن الحكومه الشرعيه اللي هي يفترض هي من استدعت السعوديه والتحالف للبلد، ورغم من ذلك تتعرض لهجوم من احد الاطراف صار لها اسابيع ولم تتدخل السعوديه. أحد الأطراف الشرعية اليمنية القائمة برئاسة هذه هي التي أعطت الشرعية في اجتماع الرياض، حينما وقعت معه اتفاق وقبلت مسماه أنه هو انتقالي، واتفقت معه على أن تتقاسم الحكومة، واتفقت معه على توزيع القوات، واتفقت معه على أمور كثيرة. الحقيقة الطرفين لم يصونوا هذا الاتفاق ولم يقبلوا هذا الاتفاق، وتطورت الأمور بينهم حتى أن أحد الأطراف يعلن الحكم الذاتي، والطرف الآخر يحاول أن يسحقه بالقوة ويحتل عدن ويحتل أبين
بالقوة الجبرية. يعني نحن هنا كقوة تحالف ليس مهمتنا الاشتراك في المعارك الجانبية التي تدور تحت مظلة الشرعية الانتقالي وشرعية هذه الحكومة الرياض. هم يمثلون الشرعية، جميعا يمثلون الشرعية من وجهة نظري. يعني وطالما المملكة تساوي ما بين الاثنين، يعني تساوي ما بين هذه والانتقال. طالما أنت قبلت أن توقع معه اتفاق باسمه هذا الانتقال، وقبلت أن تقتسم معه الحكومة. بس هو فعلا قبل يا دكتور علي؟ هل نعم فعلا نعم قبل؟ نعم، لان منذ البدايه كان هادي ضد اصلا فكره تشكيل المجلس، وقيل انه حتى تعرض للكثير من الضغوط كي يقبل بالفكره. ليكن ما احد يمسك يد ويجبرك على توقيع اتفاق. الاتفاق وقع وعليه حضور، وفي ممثل الامم المتحده كان موجود جريفيث، وكل الناس موجودين والكل يعلم انه وقع الاتفاق. ترى موقع الاتفاق لينفذ الاتفاق، ولا داعي للتسويف من الطرفين. انا لا ابرئ طرف، ولكن مشكله السجال الذي يدور، نحن لسنا يمنيين وانتم اخوان وانتم سلفيين وانتم قاعده، وأنت هذا الكلام لا يخدم احد. نحن الان بالنسبه لنا، أنا من وجهة نظري، المملكة العربية السعودية لا يخدمها كل هذا إلا أن يبقى اليمن موحد. لا نحتاج إلى يمن شمالي يحكمه الحوثي وإيران، ويمن جنوبي متأكد أنا من الآن أنه لن يدين لنا بالولاء. بس الولاء، أنا تقول لا يدين لنا بالولاء، بمعنى لمن يجب أن يدين بالولاء؟ للسعودية ولا أتكلم عن السعودية. ولاء الجوار، ولاء الرحم، ولاء الجالية اليمنية من الجزئين الشمالي والجنوبي الكبيرة التي تحرك الاقتصاد السعودي حقيقة منذ أكثر من 100 عام. بيننا وبينهم علاقات مصيرية، وبيننا وبين اليمن علاقات لا تقبل القسمة على اثنين. لكن لماذا تصر أنهم لن يكونوا على علاقات جيدة بكم طيب؟ لا، لأنه الانتقالي والقوات اللي صنعت للانتقالي قبل أن تعلن الإمارات، أنا حتى أستغرب لماذا الإمارات جزء من التحالف، لأن الإمارات انسحبت وسحبت قواتها واجتمع معهم. يعني معلش دكتور علي، انا هنا اجد بعض التناقض. يعني عندما نعم تقول في نعم بدايه حديثك ان السعوديه والامارات لا خلاف بينهم ربما ولا يتقاسموا، لم أقل لا خلاف بينهم. حضرتك ذكرت انه وجهه النظر تكاد تكون واحده تقريبا، ولا يدعمه اطراف هو. ولم اقل هذا، قلت السعوديه. طيب ماذا بين السعوديه والامارات؟ كيف تصنف العلاقه ما بين السعوديه والامارات في التحالف فيما يتعلق بدعم الاطراف الموجوده هناك؟ الامارات دعمت 150 الف مقاتل من المحافظات الجنوبيه، وسلمتهم مدرعات وصواريخ حرارية، وسلمتهم أسلحة متقدمة للغاية، وسحبت قواتها وقالت نحن انسحبنا من اليمن. طيب والسعودية ماذا فعلت؟ والسعودية تركت ذلك يحدث واجتمع يعني؟ اجتمع الشيخ محمد بن زايد مع العسكر. السعودية تركت ذلك يحدث يا دكتور؟ أنا كلمة التحالف الآن بالنسبة لي كلمة كبيرة. القوات الموجودة هناك قوات سعودية، والمسؤولية تحملتها المملكة العربية السعودية. ومن يريد حلول يجب أن تكون الحلول في الرياض تحت شراف المملكة العربية السعودية. المملكة الآن في موقف الحقيقة لا تحسد عليه، لأن المملكة لا تريد أن تطلق النار على أحد الأطراف، ولا تريد ذلك، تريد أن تصل إلى حلول سلمية. وحتى لا يكون فرصة للأجانب مثل الإيرانيين ومثل الأتراك أن يقولوا السعودية تقتل حلفاء. طيب آخر شيء، السعودية الآن تقول أنها استطاعت أن تصل لوقف إطلاق النار ما بين الطرفين. كثيرون يروا أنه لن يصمد إطلاقا، لا توجد أرضية له كي يصمد. هل تعتقد أن هذا الوقف يمكن أن يصمد؟ هذا أولا، وما التالي؟ العودة لاتفاق الرياض وفرض تطبيقه أم ماذا؟ يصمد هي النقطة المستعصية. هل تنسحب قوات الانتقالي من عدن قبل تشكيل الحكومة أو بعد تشكيل الحكومة؟ هذه النقطة المستعصية.
بس هي مجموعة مستعصية هذه صار لها سنوات الآن. طبعا لها سنة، الآن لها سنة من توقيع اتفاق الرياض. طيب مجموعة هذه يقولون انسحبوا ونشكل الحكومة. الانتقال يقول تشكل الحكومة ونشوف الحكومة تناسبه ولا ما تناسبه ثم ينسحب. طيب هذه المعضلة يجب أن تحل في الرياض بالتفاهم بين الطرفين، حتى لو استلزم الأمر بعض الضغوط على الطرفين أو بالتزامن تشكيل الحكومة مع انسحاب القوات من عدن. جيد، مفهوم. دكتور علي أنا أشكرك شكرا جزيلا. دكتور علي التواتي المحلل السياسي والعسكري السعودي، شكرا جزيلا. إبراهيم معي من حضرموت، أريد أن أعرف وجهة نظره. يا إبراهيم أهلا وسهلا وتفضل. يا إبراهيم أهلا ألو، وسهلا، مرحبا، أهلا بيك تفضل. مرحبا. طيب بالنسبة لشرعية الرئيس هادي، طبعا احنا ممكن نتحدث هنا على جانبين، اللي هو الجانب السياسي والجانب العسكري. الرئيس هادي وخصوصا بعد 2015 مع بداية عاصفة الحزم، جاءت عاصفة الحزم وكانت شرعية الرئيس هادي من الناحية العسكرية أو ممكن الجانب العسكري كانت منهارة. فالمعسكرات في الشمال كلها سلمت للحوثي، أو ممكن نقول الحوثي سيطر عليها. نفس الأمر المعسكرات أيضا انهارت، سواء كان لبعض الجماعات، ممكن تكون بعض تنظيم القاعدة سيطر على محافظة حضرموت وأبين، أو بعض ممكن المعسكرات انهارت أيضا نفس الأمر سيطرت الحوثي. الجانب العسكري ينبنى على التحالف، يكون هناك أي ممكن بنية مؤسسية داخلية. طيب أنا أعتذر لك يا إبراهيم، لأنه واضح أن الخط به مشكلة عزيزي، حاول الاتصال من خط آخر كي يستمع لبقية فكرتك، شكرا جزيلا حتى تعود إلينا. منذ البداية ونحن نتابع الكثير من التعليقات، ذكرت بعضها في بداية الحلقة، لكن التعليقات متواصلة طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهنا سؤال الرئيسي: ماذا تبقى من سلطة حكومة هادي في اليمن؟ جاءتني آراء كثيرة منقسمة ما بين فريقين، غلب أحدهما على الآخر في معظم التعليقات التي رأت في سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سلطة صورية فارغة من المضمون. جواد أبو علاء مثلا كتب وقال: سيطرة هادي على اليمن باتت شكلية، والأطراف الإقليمية هي من تفرض إرادتها، وشعب اليمن هو من يدفع الفاتورة. في إطار مشابه جاءنا تعليق آخر لأحمد بن وحاس، قال فيه: حكومة هادي أسيرة بيد السعودية، لا تستطيع العمل بشكل كبير داخل اليمن لأنها حكومة مهاجرة في الرياض، أما على الأرض فليس بيدها سوى بعض المناطق المحدودة التي لا تحكمها بشكل كامل. مشارك آخر على فيسبوك على وجه التحديد بعث وقال: الحكومة اليمنية لا تملك شيء، الحوثيون يحكمون السيطرة على الشمال، المجلس الانتقالي يلتهم المحافظات في الجنوب محافظة تلو الأخرى. أما محمد العربي فغرد خارج السرب وقال لنا: حكومة هادي تسيطر على مناطق واسعة من اليمن واقتربت من تحرير العاصمة صنعاء، رغم أن قوات المجلس الانتقالي شتتت الجهد لمقاومة الحوثيين. هناك جانب آخر من النقاش تناول التطورات الأخيرة في سقطرة على وجه التحديد والتي حركت أغلب الحديث اليوم. بكيل البتول أرسلت إلينا وقالت: المجلس الانتقالي لم يبسط السيطرة على أرخبيل سقطرة كما يروج الإخوان، بل أمن الجزيرة من عبث الإرهابيين. أما عادل حسن فرأى أن السيطرة على جزيرة سقطرة وفقا لوجهة نظره مؤامرة سيتصدى لها اليمنيون كافة على الرغم من اختلافاتهم. أختم معكم بهذه التغريدة من أكرم عباس الذي طالب فيها بيمن يحدد مصيره اليمنيون وحدهم، إذ يرى أن الحل يكمن في التالي: العودة للحوار ولطاولة المفاوضات، وأن تكون مصلحة وأمن اليمن واليمنيين هي الأولوية، لا مصالح وأمن دول الجوار والإقليم. بعض الآراء فقط التي جاءت أونلاين، بالتأكيد تستطيعون أن تستمروا في إرسال الآراء أونلاين بطرق مختلفة، لكن الآن وأثناء البث المباشر أتحول لبعض الاتصالات الهاتفية الأخرى. حنان من صنعاء، يا حنان أهلا وسهلا، ما الذي يبقى من سلطة هادي تعتقدي بعد التطورات الأخيرة؟ مساءكم سعيد. إن أردنا تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة،
علينا أن ندرك أن الشرعية ليست حصيلة فرد دولي فقط، وإنما هي أيضا نتاج توافق داخلي قبل أن تكون دولي، وهذا ما يهمنا كيمني. طبعا الكل بات يعرف أن القوى الدولية أو الإقليمية هي تتصرف وفق المصالح الأمنية والقومية، لذا شهدنا المتناقضة في أبهى صورها، إنكار شرعية الأسد، إثبات شرعية هادي الشخص العاجز الذي لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر شيء. طبعا ضيفك بالمناسبة نطق بحقيقة كزلة لسان وليس يعني بشكل مبسوط، يعني هم يريدون أشخاص ولاءهم للسعودي والإماراتي، هم فعلا يريدون عبيدا لهم، وليس يعني من حقهم أن يمتلكوا سيادتنا أو حتى أن يتدخلوا في أمورنا الداخلية. إن أرادوا قصف إيران فعليهم بإيران، ممكن نقدم لهم الخريطة حتى تتضح لهم أين إيران وأين اليمن. بس عندما تقولي إنه الشرعية بتبدأ في التوافق الداخلي، واضح أن هذه أكبر معضلة الآن أمامنا يا حنان، لأن الخلاف حتى جاوز الشمال والجنوب، أصبح داخل الجنوب نفسه، كيف نصل إلى هذا التوافق الداخلي؟ طيب يعني توافق داخلي هو حاليا لن يكون بقيادة هذه نهائيا. إن أرادوا حقيقة توافق داخلي فعليهم بشخص كاريزما، شخصية جديدة لا تقدمها الإمارات والخليج أو حتى السعودية. يعني الموضوع باختصار شديد، نحن يعني نحتاج إلى شيء مهم يستجد هذه، نحتاج إلى شرعية داخلية يعني تضمن يعني توافق كل الأطراف. اليوم سقطرة وليس من اليوم، باتت مستعمرة منذ سقوطها بيد الإمارات. أيضا شبوة شهدنا فترة من الفترات مطالبة بالانفصال، كذلك حضرموت. يعني باختصار شديد هذه أتى بعناية خليجية وليس بوفقا لتوافق يمني. أنا أشكر شكرا جزيلا يا حنان على المشاركة معنا وطرح وجهة نظرك، وأرجوك ابقي متابعة لبقية البرنامج كذلك، لأن لدينا الكثير من وجهات النظر على طرفي نقيض اليوم. شكرا جزيلا. لكن رحبي معي سريعا بضيفي عبر خدمة سكايب من عدن، سيد نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي. يا سيد نزار أهلا بك في نقطة حوار. الآن المجلس موجه إليه اتهام مباشر ما بعد سقطرة بتنفيذ انقلاب وحتى استخدام أساليب عصابات في الاستيلاء على سقطرة. تلك الاتهامات باطلة بكل تأكيد، ومن يدعيها هي للأسف قنوات موالية للإخوان، والبعض مضلل من تلك الادعاءات. الكل يعلم أن الأرض جنوبية، سقطرة جنوبية الهوى والهوية، وما حدث مؤخراً هو إرادة شعبية من أبناء الأرخبيل لردع الميليشيات الإخوانية التي هيمنت على السلطة المحلية وعبثت فيها فسادا، وللأسف أيضا نشرت قواتها العسكرية أيضا تزعزع الأمن والاستقرار في تلك الجزيرة، وبالتالي تحرك المواطنين في الجزيرة كان مبررا لتأمين هذه الجزيرة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، إضافة إلى قطع الطريق على التمويل التركي القطري الذي يحاول أن يبني قاعدة عسكرية في سقطرة. بالنسبة لكثيرين يا أستاذ نزار، واعين لهذه المخاطر، ما تقوله حضرتك بالنسبة لكثيرين هو مجرد شماعة فقط لتبرير فكرة العمليات للاستيلاء على سقطرة. لدينا مسؤولين من الحكومة الحالية مثل عبد الغني جميل مثلا وزير الدولة في الحكومة يقول إن حزب الإصلاح أو الإخوان المسلمين هي مجرد شماعة بالنسبة لكم، فور ما دخلت سقطرة أسقطتم علم الدولة اليمنية وليس علم حزب الإصلاح. أولا لا يوجد حكومة، الحكومة فاقدة لشرعيتها بعد اتفاق الرياض، ونحن بانتظار قرار من أيضا باتفاق الرياض تنفيذه وتنفيذ بنوده. ما يدعيه الأخ هذا غير مقبول بكل تأكيد، الإصلاح هو الذي يهيمن على السلطة الشرعية حتى الآن، وترك المعارك في الشمال وسلم الأراضي والمعسكرات للحوثي وتوجه بكافة قواته العسكرية إلى مناطق الجنوب. أنتم مسؤولين عن ذلك بشكل أو بآخر يا أستاذ نزار أيضا، يعني أنت تلقي التهم عليهم فقط، أنتم جزء من فكرة تشتيت الانتباه للمعركة الرئيسية. خطوة إعلان الإدارة الذاتية التي قمتم بها هي خطوة استهجنها الجميع بما فيها الإمارات اللي هي بتدعمكم دعما كبيرا، وبدت وكأنها بلا فائدة وتشتيت فقط أكثر من التشتيت القائم بالفعل على المجهود اليمني ضد الحوثيين.
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح سيد العزيز. طبعا قرار الاداره الذاتيه اتخذ من قبل ايضا في مأرب منذ 2015. مأرب لا تورد نهائيا اموالها الى البنك المركزي في عدن، وبالتالي استقلت ماليا واداريا، ولا يستطيع حتى الرئيس هادي ان يعين شخص في السلطه المحليه هنا. هذا الامر بالنسبه للسلطه الشرعيه مقبول، لكن عندما يكون الامر في الجنوب او في العاصمه عدن او في بقيه المناطق الجنوبيه سيصيحون بكل تأكيد، لأننا سنقطع الفساد وسنحاربه بكل تأكيد. وجود الفساد الذي الكل يعلم عنه في الحكومة وصمت البعض عنها أجبر الجنوبيين على اتخاذ هذا القرار بالإدارة الذاتية لحماية المواطنين. أرجوك ابقى معي أستاذ نزار، أنا مع مجموعة من المتصلين أريد أن أشركهم كذلك في الحديث معك. هشام يتحدث من إب على وجه التحديد. يا هشام أهلا وسهلا، كيف ترى التطورات ما بعد الأحداث التي صارت في سقطرة؟ الأحداث الأخيرة في سقطرة نتج عنها فقدان الشرعية لمزيد من الأرض لصالح منافسيها، والأهم من ذلك، الأهم من هذا كله، فقدان الشرعية لدورها كمظلة جامعة لجميع القوى التي كان من المفترض أن تواجه الحوثي. التحالف طبعا هو كان له الدور الأبرز بهذا الشيء، وهو من صنع هذه الكيانات المتشظية. من المسؤول عن فقدان الشرعية أو إضعاف الشرعية؟ التحالف فقط تعتقد؟ بدرجة أساسية، بدرجة أساسية التحالف هو من أنشأ هذه الكيانات المتشظية تحت مظلة الشرعية. حتى الآن، حتى الآن لو نظرنا ما تبقى للشرعية، ما تبقى للشرعية من مناطق وجيش الشرعية الموجود، لو نظرنا إليه جيش مناطق بدرجة أساسية، اللواء 83 من أبناء منطقة كذا، اللواء 55 من أبناء منطقة كذا وغيره. الكيان الموازي اللي صنعوه داخل الشرعية كالمجلس الانتقالي، كالمجلس الانتقالي مثلا، ما يجمعهم الآن هو عدو مشترك فقط. لكن إذا انتهى هذا العدو المشترك، فما الذي يجمع هاني بن دريك ذو الخلفية السلفية، بعيدر الزبيدي ذو الخلفية الاشتراكية، بأحمد صالح الأملس ذو الخلفية القبيلية؟ هذا ما صنعت، هذا كل هذه النماذج المسؤول عن صناعتها هو التحالف. ما الذي يجمعهم طيب؟ كان يفترض أن يجمعهم عدو مشترك، عدو مشترك، لكن يبدو أن كلهم ظلوا الطريق، ظلوا الطريق حتى قبل زوال هذا العدو الذي كان يجمعهم. أنا أشكرك جزيلا يا هشام. خليني أعود مرة أخرى للأستاذ نزار. هناك من يتحدث أن لدينا وقف لإطلاق النار يا سيد نزار. السعودية تقول أنه حدثت له استجابة جيدة سواء من المجلس الانتقالي أو من حكومة هادي. على أي أساس تعتقد، وما التالي بعد وقف إطلاق النار هذا؟ طبعا نحن نثمن الدور المملكه العربيه السعوديه ودعواتها لايقاف اطلاق النار، ونحن بكل تاكيد رحبنا بهذه الدعوه واستجبنا لها بشكل مباشر. الاشكاليه الحقيقيه ان القوات التي تتواجد حاليا في ابين وشبوه ووادي حضرموت لا تنصاع لا الشرعيه ولا الى التحالف العربي، بل مباشره بعد ان اعلن ايقاف اطلاق النار بساعات قليله احنا يعني لم يعد لدينا تحالف عربي واحد حتى يا استاذ نزار. المعارك العسكريه الان البعض يقول لم يعد اصلا لدينا تحالف عربي واحد، حتى ضيفي من السعوديه قال ذلك واستغرب كثيرا، لماذا لم تنسحب الامارات اصلا من التحالف اذا كانت مصره على استمرار في دعمكم من اجل مصالحها؟ من يدعي هذا الكلام هو بكل تاكيد متواطئ بشكل او باخر مع المشروع الاخر، المشروع الإيراني والتركي والقطري. هذا المشروع الذي يحاول أن يستنزف التحالف العربي ويحرض. بس ما أعتقدش أن ضيفي من السعودية متواطئ أو يروج للمشروع الإيراني بالتأكيد، بالعكس. لكن المعضلة الكبيرة، من يهاجم دول التحالف العربي لا يمكن بيوم من الأيام أن يكون مع المشروع العربي. هناك هجمة شرسة من قبل الإيران. ماذا عن من يهاجم الحكومة التي استدعت أصلا هذا التحالف؟ يعني أنت تستهجن من يهاجم التحالف، لكن أنتم بأنفسكم تهاجمون الحكومة التي أعطت الشرعية أصلا لهذا التحالف بالأساس. سيدي العزيز، هناك صراع في أروقة الحكومة والكل يعلم هذا. الحكومة منهارة تماما وسيطر عليها الإخوان المسلمون. حاليا الإخوان المسلمون يجيرون هذه الشرعية وهذه الحكومة
ضد ابناء الجنوب وايضا ضد التحالف العربي، يحرضون ضد الامارات وحاليا ايضا يحرضون ضد المملكه العربيه السعوديه. التحالف العربي قدم ما يمكن ان يقدمه الجميع في سبيل تحرير المناطق الشماليه، ولكن عجز 5 سنوات. هذا السؤال انا اتمنى ان تسال الجميع، لماذا عجزوا الاصلاح وبقيه القوى في الشمال في تحرير صنعاء؟ لماذا؟ ولماذا تحولت قواتهم العسكريه باتجاه الجنوب؟ ألا يعتبر هذا اعتداء؟ نحن كجنوبيين من حقنا أن ندافع عن أرضنا. لا، هو بالنسبة لهم هم حولوا لصد اعتدائكم أنتم. هناك من يقول إن نحن في أرضنا، كيف مرة أخرى داخل أرضنا. كل اليمن أرضكم يا عزيزي، أنت تتحدث من منطلق أن الانفصال حتمي وأن أرضكم هي الجنوب، لكن هي لم تعد دولتين الآن يا سيد نزار. هذا ما تريدونه أنتم الآن، أن تعود مرة أخرى دولتين، لكن نحن نتحدث عن دولة واحدة ولا لا؟ غير صحيح. مطالب الجنوبيين معروفة منذ حرب 94، الوحدة التي يدعونها هي انتهت، وبالتالي من حق الجنوبيين أن يطالبوا باستعادة دولتهم. نحن حاليا مع التحالف العربي في مشروعه الجاد بتطهير المنطقة من الشر الإيراني، وأيضا إسقاط المشروع التركي القطري الذي يقوده عبر ميليشيات الحوثي وميليشيات الإخوان المسلمين. وسنستمر في هذا المشروع حتى نكتثهم أيضا من أرض الشمال. طيب، أنا أشكرك شكرا جزيلا على الشمال أن يعيش تحت ظلم هؤلاء الميليشيات. أشكرك شكرا جزيلا سيد نزار على التواجد معنا. سيد نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي من عدن، جزيل الشكر على المشاركة معنا. عبد الله من السعودية، يمني لكن متواجد في السعودية، أريد أن أسمع وجهة نظره. يا عبد الله تفضل يا عزيزي. مساء الخير سيد محمد. مساء النور يا عزيزي، أهلا وسهلا. الله يحفظك. أنا كنت أتمنى أن أرد على نزار من عدن لكن ظهر غادر. طيب، هو سمعك وإحنا كلنا سمعينك، تفضل. نعم، لا، على كل حال الأخ نزار هو يعرف من فين دعمه من محمد بن زايد لأجل خلق فوضى وعارمة وتقسيم المقسم وإعادة الكنتونات وإعادة السلطنات وإعادة الجنوب إلى ما قبل 1977. هذا جانب. الجانب الثاني، اليمن موحد واليمن دولة واحدة والشعب واحد من قبل ثورة 14 أكتوبر و26 سبتمبر. إنما هذولا هم وجدوا أهل القريات، القريات هم الضالع فقط المثلث، الضالع ويافع. طيب، يعني عندما تقول الدعم من محمد بن زايد، يعني الدعم من الإمارات، هل تفرق كثيرا ما بين موقف الإمارات وموقف السعودية فيما يتعلق بما يدور الآن في اليمن؟ لأن هناك من يقول أنها فقط تبادل أدوار. لا، أنا أفرق بين دعم الإمارات ودعم الإمارات تدعم الميليشيات هذه لأجل إغراق المملكة العربية السعودية في حرب اليمن. أما الحوثي فالقضاء عليه كان في بداية الأمر، كان في إذا طال الأمر كان مجرد شهر واحد يقضى على الحوثي. الإمارات هي التي تغذي الحوثي، الإمارات هي التي تدعم الحوثي، كلهم هذولا يدعموا الحوثي. لذلك وجدت لجنة اسمها لحد الآن شغالة، ورئيسها محمد عبد السلام بتينة موجود في عمان، لجنة ظهران الجنوب. لماذا لا زالت الآن هذه اللجنة موجودة وأعضاءها في ظهران الجنوب؟ هذا واحد. اثنين، الانتقالي كلهم من الضالع من رسان لا زالت لديهم الأعقاد والأطماع الانتقامية ضد أبناء شبوة، أبناء أبين. عبد الله أنا أشكرك، الفكرة واضحة تماما. شكرا جزيلا. عبد الله يمني متواجد في السعودية كان معي على الهاتف. سريعا إلى القاهرة، أرحب من هناك بضيفي عبر الأقمار الصناعية السيد بليغ المخلافي، المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية في مصر. يا سيد بليغ، أهلا بحضرتك. ردود فعل اليمنيين أنفسهم على طريقة تحرك الحكومة اليمنية ما بعد سقطرى للأسف ليست إيجابية بالمرة. لدينا استقالات بسبب ما قيل إن موقف الحكومة غير صريح. لدينا اتهامات كثيرة للحكومة ولمجلس النواب بأنها توقفت عند بيانات الإدانة فقط ولم تفعل أي شيء. هل عجزت الحكومة وفقدت أي أوراق تعتقد؟ نعم، مساء الخير. أولا يعني ربما حلفني الحظ بالاستماع إلى عدد من الآراء التي قيلت في البرنامج، ودعنا يعني أولا أعرج سريعا يعني أوضح نقطة، أن طول فترة الحرب قد تسببت في حالة من التشظي والانقسام الوطني على مستوى حتى على المستويات المحلية البسيطة، وهذه إشكالية. وكلما طالت فترة الحرب كلما نشأت جهة
وشبكات مصالح تترسخ مصالحها من خلال الحرب ويصبح من الصعب جدا يعني التخلص منها. بالنسبة لموقف الحكومة فيما بعد أحداث سقطرى، يعني موقف الحكومة كان واضح جدا. الحكومة تحدثت عن ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه. المملكة العربية السعودية بصفتها الراعي لاتفاق الرياض أيضا كانت يعني تحملت مسؤوليتها، والآن يعني تم دعوة أمناء عموم الأحزاب ومستشاري الرئيس هادي بالإضافة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب إلى الرياض لاجتماعات يعني ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة مع ممثلي المجلس الانتقالي لمسألة العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض. بالنسبة لمجلس النواب، مجلس النواب ليس نقابة أو منظمة مجتمع مدني حتى يقوم بإصدار بيانات إدانة. مجلس النواب قام بتشكيل لجان لتقصي الحقائق، وبالتالي هو من مسؤوليته أن يحاسب الحكومة عن أي تقصير قد حدث خلال المرحلة الماضية. لكن نحن نقول دائما دعنا نعود إلى نقطة البداية، إلى نهاية العام 2014 وما حدث بعد الانقلاب الحوثي على الدولة ومؤسساتها، وكيف سقطت مؤسسات الدولة لأسباب كثيرة لا يمكن سردها الآن. نحن نتحدث عن فترة طويلة كانت من المركزية الشديدة التي كانت موجودة في صنعاء. أنا لا أريد أن أعود للحوثي وبداية الخلاف معه سيد بليغ، لكن من حديثك ما أفهمه أن القادم هو المزيد من الشجب والإدانة ثم بعد ذلك التعويل على السعودية. هل ما زلتم تثقون في السعودية في حين أن البعض يقول أنها وقفت ولم تحرك ساكنا وكان باستطاعتها أن تمنع الانتقال من السيطرة على سقطرة إذا أرادت؟ طبعا دعنا يعني نحن لا نقول أن هناك شجب، أن المسألة مسألة شجب وإدانة، لكن نحن نقول أن الطريق الوحيد للعودة إلى المسار الصحيح هو تنفيذ اتفاق الرياض، إشراك الجميع في حكومة وحدة وطنية، يعني لملمت الجهود في مواجهة العدو الأول لليمنيين وهي الميليشيات الحوثية. وبالتالي الآن ما قامت به المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية ستظل الجار الأكبر لليمن، سيظل دورها. لا يمكن أن نتحدث عن الوضع في اليمن بانفصال عن السعودية. المملكة العربية السعودية كانت هي الداعم الرئيسي لمسألة اتفاق الرياض، وهي الراعي له وهي الضامن أيضا. وبالتالي العودة إلى تنفيذ في السعودية الوحيد الآن حاليا. ما زلتم تثقون في السعودية بالرغم من حديث البعض أنها لم تحرك ساكنا لإيقاف فكرة السيطرة على سقطرة؟ على أي أساس الثقة ما زالت موجودة؟ بالتأكيد أولا المملكة العربية السعودية هي قادة التحالف العربي خلال الفترة الماضية لدعم الحكومة الشرعية. المملكة العربية السعودية كانت أهم الداعمين خلال الفترة الماضية سواء للاقتصاد اليمني الذي أوشك على الانهيار، أهم الداعمين الإنسانيين لما حدث في اليمن. وبالتالي نحن نتحدث عن علاقات تاريخية طويلة، نتحدث عن روابط مشتركة كبيرة، وبالتالي لا يمكن كما قلت الحديث عن يمن مستقر بدون المملكة العربية السعودية، كما تدرك المملكة العربية السعودية تماما أنه لا يمكن الحديث عن سعودية مستقرة في ظل يمن مفكك ويعيش في الاحتراب أو في ظل دولة تحكمها الميليشيات. وبالتالي التعاون القائم الآن الذي يجب أن يقوم الآن ما بين الحكومة والأشقاء في المملكة العربية السعودية هو لتصحيح المسار وتنفيذ اتفاق الرياض والعودة لمواجهة الانقلاب الحوثي ولملمة الجهود في 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 وجه هذا الانقلاب سواء سياسيا أو عسكريا. بما أن حضرتك ذكرت الحوثي، الغريب أن السكرتير الصحفي في الرياض السيد أنيس منصور يقول أن الحرب ضد الحوثي أصلا ليست حقيقة بل هي معركة ضد الشرعية. ألا يعني ذلك أن الثقة في السعودية وفي دعمها ربما تعرضت لهزة؟ ربما الأخ أنيس منصور لديه رأي مختلف، وربما الآن يتعامل مع جهة أخرى ولم يعد موجودا في السعودية وليس سكرتيرا صحفيا في الرياض، والآن ربما متواجد في دولة أخرى ولديه توجهات أخرى ربما حزبية وإيدلوجية، وبالتالي هو يعبر عن نفسه ولا يعبر عن أي ما الذي تعنيه سيد بليغ؟ يعني ما الذي تعنيه؟ هو مسؤول كان مسؤول رسمي ومتحدث، ما الذي تعنيه له إيدلوجية ولا انتماءات؟ أنه لا يعبر عن وجهة نظر الحكومة، وبالتالي حديث الأخ أنيس منصور هو يعبر عن رأيه الشخصي وعن نفسه ولا يعبر عن وجهة نظر الحكومة. الحكومة لها ناطق رسمي، لست لا أنا ولا الأخ أنيس منصور، الحكومة لها ناطق رسمي والأخ راجح حبادي. أنا متواجد هنا في القاهرة بصفتي مستشار إعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة، وقبلت أن أكون معكم لتوضيح يعني وجهة نظر الحكومة حول الأحداث التي حدثت وحول ما يدور الآن حاليا على الساحة السياسية، سواء في مسألة العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض، مسألة نشر المراقبين في أبيان، مسألة محاولة خلق إجراءات بناء ثقة من أجل العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض. طيب كيف سنعود لاتفاق الرياض يا سيد بليغ إذا كان اتفاق الرياض معضلة المعضلات الآن كما يقال؟ كيف سنعود لتنفيذه؟
خلال دعنا نكون واضحين أخي العزيز، خلال الفترة الماضية لم يكن هناك إجراءات جدية لتنفيذ هذا الاتفاق، وبالتالي ما حدث من تطورات خلال الفترة منذ توقيع الاتفاق وحتى الآن، سواء في 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 شبوة سابقا، في أبيان، الآن حاليا في سقطرى، كل هذه الأمور يعني الآن يفترض أن تكون هناك على الأقل عودة إلى ما قبل هذه الأحداث، يفترض أن تكون هناك إجراءات لعملية بناء الثقة، وهي قد بدأت الآن كما قلت من عملية بدء وقف إطلاق النار في أبيان والرقابة على عمليات وقف إطلاق النار، وبالتالي هذه الإجراءات هي كلها ستهيئ لمناخ سياسي من أجل تنفيذ الاتفاق الذي كما قلت رعته السعودية وهي الضامن لتنفيذه، وهذه كانت واحدة من إيجابيات هذا الاتفاق ومن نقاط قوته. أنا أشكرك شكرا جزيلا على التواجد معنا أستاذ بليغ، سيد بليغ المخلافي المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية في مصر عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، شكرا جزيلا. حاولنا نبحث في ما الذي يعنيه على وجه التحديد سيطرة المجلس الجنوبي على سقطرى، وكيف سيحرك ذلك الصراع في اليمن وطرق الحل، هل يمكن أن نعود مرة أخرى إلى اتفاق الرياض أم ماذا؟ بالتأكيد النافذة مفتوحة دائما كي تتواصلوا معنا وتستمروا في الإدلاء برأيكم عن هذه القضية على مواقع نقطة حوار الإلكترونية أونلاين، سواء الموقع الرئيسي صفحة شارك برأيك bbcr.com أو حتى على صفحاتنا على فيسبوك أو تويتر، دائما الوقت لا يمر عند هذه الوسيلة، لكن للأسف الوقت المباشر ينتهي دائما. الآن انتهى الجزء التلفزيوني، لكن من يفضل الحديث والمشاركة عبر خطوط الهاتف المباشرة؟ الحديث سيتواصل معكم بعد قليل على راديو بي بي سي، معي أنا محمد عبد الحميد، في انتظاركم.